دكتور ديزيريه أزي موجود معنا اليوم، دكتور بعلم النفس وأستاذة جامعية. موضوعنا هو العدائية بين الأخوة، إمتى بتزيد عن حدها لدرجة تعتبر مرضية؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، والله يبعد العدائية عنا بهالنوع. أي أكيد. ولكن كنا عم نحكي شوي بالهواء أنه يعني نحن بطبيعة الدفاع عن نفسنا، عن شخصيتنا، عن معتقداتنا، عن يعني عنا نوع من العدائية اللي كنترولابل، عم نعمل لها إدارة. أكيد. بس عند الأولاد نحن دايما بنقول أنه بين الأخوة في مشكل، في نقاش، في اختلاف، أوقات بتعلى النبرة، يعني وأنه هالشي صحي مبدئيا، لأنه هون بيتعلم الولد يكون عم يتفاعل مع الآخر. هون أول مرة مطرح بيتعود فيه أنه يكون عم يتفاعل مع الآخر، لو كان خيه رح يكون في اختلاف بيناتهم. وين منصير نظهر عن الطبيعة؟ بتعرفي أول شغلة بتبلش العدائية، بس كون بدي دافع عن كياني، عن وجودي، عن مكاني، مكانتي بالعائلة خاصة، لأن نعرف العائلة هي مؤلفة من أب، من أم وبي وعدة أولاد، كان صبيان أو بنات. وهلأ بعدين بسير الحديث رح أحكي عن الفرق بين الصبيان والبنات والعدائية بيناتهم. هلأ هون حسب الأهل كيف حطوا مكان للولد بالبيت. الولد اللي عنده مكان ببيته، عنده كلمة ببيته، عنده وجود ببيته، عادة ما بيضطر أنه يكون كتير عدائي إذا ما عم بيتمارس عليه عدائية من أهله أو من أخوته وخياته. وإذا حاسس أنه وجوده بالعيلة له مكان، هون منحس أنه بتخف العدائية. وطبعا مثل ما قلت لك تحت الهواء كاتيا، العدائية موجودة كآلية دفاع منستعملها تنحمي حالنا من تدخل الغير، من تنحمي شخصنا وتنحمي كياننا. هيدا أهم شيء. بس العدائية بتصير مشكل، بس تصير هي كأنه بلوكاج أو عم تمنعني أني أوصل للتواصل مع غيري، أو تكون متأقلم مع الجو العام المطلوب مني بالعائلة. وقت اللي بتصير العدائية كتير كبيرة وتصير متكررة من خي تجاه أخته أو تجاه خيه أو تجاه أخته، هون منحس بالعائلة في شيء مضطرب، في شيء بمعنى أنه ما عم نقدر نوصل لحلول. والعائلة أوقات الأهل بيشتكوا أنه الولاد كتير عم بيختلفوا مع بعضهم، عم بيتخانقوا دايما كرمال إشياء بسيطة أو إشياء كبيرة أو إشياء صغيرة عم بيتخانقوا. بس الشيء الصحي ببين انه بس يتصالحوا هن رجعوا في محبه بقلبهم. اهم شيء هيدي تضلها، يعني بخافوا على بعضهم، بيعتلوا هم بعضهم، بيتعاونوا وقت اللي لازم، بيتكاتفوا كرمال تيوصلوا لاهداف معينه. يعني هيدي مهم انه نضلنا نحافظ عليها، لانه إذا انتزعت هيدي الأشياء من العائلة بنبطل نسميها عائلة، بنصير نسميها أشخاص وجدوا لوقت معين مع بعضهم بس ما جمعتهم المحبة. لأنه أهم شيء بالأخوة هي المساندة ويكونوا حد بعضهم ويكونوا فعلا بحبوا بعضهم لو كانوا عم يتخانقوا. بس أنا بنعتبر أنه تحصيل حاصل، أخوة يعني محبة ومساندة، شو اللي بخلي هالعائلة ما تكون طبيعية؟ العدائية الزايدة، لأنه نحن موضوعنا عن العدائية، العدائية الزايدة بتخلي الإنسان ينفر من الآخر. لأنه إذا دايما الخي كان على طول عم بيتعامل مع خيه بعدوانية وببعد وبنفور، هيدا الآخر رح يجرب أنه يتجنبه. بس بالأصل ليش بده يعمل هيك؟ يعني ليش هالخي عنده عدائية؟ لأنه في تفرقة بين الأولاد، يعني بس يكون يعني في تفرقة بين الأولاد من الأهل دايما هيك. وبس يكون في ولد مميز، أكتر شيء بيكله الولد المميز بالعائلة، الولد الكبير أو الولد المميز. وبكونوا كمان عم نوعا ما عم بيضغطوا عليه وعم بحطوا عليه المسؤولية وعم بخلي له أخوته ينفروا منه. ودايما هون بنلاحظ كمان الكل خسرانين. أكيد، لأنه بس التمييز بالعائلة وعدم محاولة معاملة كل الأخوة بمساواة، بطريقة فيها مساواة ومحبة بيناتهم، بخلي الغيرة تتغلب على المواقف، ويصير يحس الإنسان أنه يمكن بهالأسلوب هيدا اللي فيه نوعا ما نفور أو في طريقة مغايرة بيلفت النظر، وبصيروا يخافوا منه. وبدل ما يحبوه بقول لهم بخطابه لقلهم، طيب ما بتحبوني أو ما عم تتركولي مجال أو ما عم تتركولي محل، أنا رح أعمل هالطريقة هاي من العدائية تتصيروا تخافوا منه. يعني ما تحبوني بس خافوا مني، هيدي أول طريقة. تاني فكرة هي الولد اللي بيتمارس عليه العدائية، يعني إذا نحن عم نتصرف بطريقة فيها يمكن نوعا ما ضرب أو فيها تعنيف كلامي للولد أو فيها أي نوعا ما بيورد عنده الحالة من فعلا بده يدافع عن نفسه، صار مجبور يدافع عن نفسه قدام العدائية. لأنه وقت بنشوف كتير أنه الخي الكبير مثلا بياخد دور البي أو الأم بالبيت وبصير متسلط على أخته الباقيين،
او مثلا خايب البيت بده يعمل انه هو اللي بيعرف كل شيء بين خياته البنات، بصير كمان يدعي خياته البنات حتى يمارسوا العدائيه تجاهه او يكونوا عدائيين تيفسروا له انه انت لو شاب او قد بيكون صغير بالبيت بالشاب بصير بده يعمل حاله انه هو اهم منه لانه هو شاب منه فتاه بين الفتيات. هون بصيروا البنات او الفتيات عدائيات تجاه الخي، يعني معناتها أي فرق من الأهل بين حدا والتاني كان كرمال الجنس ذكر أو أنثى أو كان كرمال القدرات الذكاء أو غيره أو لأنه بيشبهني وهيدا بيشبهني الولد وهيداك بيشبه بيو الأم، وقت كتير بتقول هيك بالكلينيك نسمعهم كتير هيدول كاتيا. دكتور أزي ما بينتبهوا الأهل أنه عم يعملوا هيك شيء؟ مهم ننبههم. ليه في معالجين ليه نفسيين؟ ليه ما بينتبهوا؟ باللاوعي، يعني ما بدي أحكي كثير تحليل نفسي، بس كل ولد بيخلق بالعيلة بتسقط عليه كل الهوامات اللي حلمت فيها. يعني بس شوفي هالولد، بتشوفي بلبنان أو برات لبنان حتى دغري بيشبهوه لحدا للولد، بيكون عمره بالأيام يعني بعد سماته ما بيشبه حدا هو، ما بين يعني بعده ببي كتير صغير، بعد ما بين مين بيشبه بصيروا يشبهوه يا لبيه يا لأمه يا ل... وهون هيدي الإسقاطات يلي بنعملها رح سميها هيك هي اللي بتخلينا نكون تجاهه مرنين، منتقبل تصرفاته. إذا الولد يلي كل حياته عم تقيله بتشبه أمك، أو الولد اللي عم تقيله كل حياته بتشبه بيك يعني وبتتردديها، وأنت بتتعاملي معه على هيدا الأساس، يعني إذا بيشبه بيه وبيه عنيد أنت من أول ما بلش يتصرف هو عم بيكتشف العالم، أنت تخيلتي أنه بعناد عم بيتصرف وصرت تتصرفي معه بهالعدائية اللاواعية لأنه هو عنيد، يعني أسقطت عليه هيدي الصورة وصرت تتصرف عليه كأنه راشد وهو بالحقيقة بعده طفل عم بيتلمس الحياة عم بيتعرف عليها، وما قصده طبعا أنه يكون هو عم بيعنيد أو هو عم بيعمل أشياء تزعجك. يعني هيدي الأشياء لواعية لازم كل حدا هلأ عم بيسمعنا يفكر فيها أكتر. يعني بتسقطي خبراتك على هالولد اللي هو بعده عم بيكون شخصيته، خبراتك مع هالأشخاص، كان زوجك، كان عائلة زوجك، كان بيك، كان أمك، خاصة بيك وأمك كأم، لأنه في خوف من هالصورة إذا كانت متعبة. أكيد يعني أكيد بنشوفها كتير بالحياة العيادية تبعنا وبخبرتنا العيادية أنه كتير منسمع أوقات بيخلقوا مثلا تريبلي وكل حدا منهم بتقول الام انه بيشبه حدا وهن تريبلي هن بتوزع وبتوزع لهم ادوار وان حسب هالاسقاطات يلي بتعملهم عليهم. في حاجه عند الانسان انه او عند الام انه يكون في ادوار بالعائله باللاوعي تبعها دائما انت بتعرفي حتى كاتيا بس تشوفي حدا جديد بتقولي اف حبيت الشخص ليه اذا فكرتي مزبوط لانه بذكرك بحدا معين، او هالشخص زعجني اذا فكرتي مزبوط لانه هيدا شخص بتشوفيه يوميا، كيف ابنك او بنتك يلي بتتعايشي معه يوميا وبتشوفيه الغلط تبعه قبل الصح. وهون كل حدا بالعائله بدنا نعرف بتركيبتنا اللاواعيه انه بادوار العائله كل حدا منا بيرمز للام لحدا معين بطفولتها او بماضيها، وكمان للاب بدنا نشوف الاب هون شو بيرمزوا له هالولاد كل حدا من هالولاد، وهن بدون ما يشعروا الولاد تركيبه العائله بصيروا يتصرفوا على هالاساس تبع اللي انت عم ترميهم هالصور عليهم. طيب هنا العدائيه ما رح بس تكون بين الاخوه، رح تنسحب على الاهل كمان بوقت من الاوقات، رح تنسحب بفتره المراهقه بشكل كتير قوي على الاهل بالاخص اذا فقدوا السلطه عليهم، وهون بعدين بنبقى بنحكي عن حلقات فيها سلطه قد ايه مهم نحافظ على السلطه الابويه والام وطبع الام، لانه فعلا هون قد ايه العدائيه فيها تتوقف الأم بيقدر توقفها أو البي بيقدر يوقفها وبيقدروا يحطوا على طول الروح أنه لو اختلفنا بالرأي مثل ما كنت عم تقولي تحت الهواء، الاختلاف بالرأي بين الأخوة بين الأصدقاء بالمجتمع صحي طبيعي، بالعكس بيغني الآخر، يعني مش ضروري يضلوا نفس الرأي أو على طول مع بعضهم تيكونوا إخوة، فيهم يكونوا كل واحد بمحل بس يضلوا محافظين على علاقتهم أو عندهم غير أفكار عن بعضهم أو انتماءات، بس يكونوا على طول محافظين على الأخوة بيناتهم، بس يكونوا مختلفين بالرأي هيدا بيعني أنه هن على علاقة جيدة مع بعضهم، بس مهم أنه هالتدمير للآخر هالسلبية تجاه الآخر ما تكون على طول هي المهيمنة وهي المسيطرة على العلاقة، يكون في لحظات فيها خلاف يمكن يتخانقوا يمكن يعلى الصوت يمكن، بس يكون كمان الأهل لهم هالسلطة أنه يوقفوا وقت لازم يوقفوا، ويكون كمان
قادرين على طول هالولاد يتذكروا هالاخوه انه هن تجمعهم الاخوه والمحبه واللي هي اساسيه بيناتهم. بس يعني ملاحظ انه اوقات قد ما كانوا بيحبوا بعضهم وبتبقى اكيده من هالشيء الاخوه لما بتعلى النبره يعني الاهل بيصير عندهم قد ما بتعلى النبره الاهل بيصير عندهم خوف انه شو اللي عم بيصير. ايه بالاخص بالمراهقه لانه المراهق بتعرفي اوقات بتحسيه راح من تحت سلطتك كأم. نعم. يعني اتجه اكثر لرفقاته وللجروب داميه ولافكاره ولحريته ولانه بده يلاقي حاله اتسترا. بس يمكن دائما بنقول وبنرجع بنكررها العلاقه مع المراهق ما بتبنى بفتره المراهقه، علاقه الثقه بتبنى قبل بكثير بين الاهل ساعتها والمراهق. بتعتبر فتره اكيد بتعتبر مارقه فتره ترانزيتوار فتره مارقه لانه وبتقطع. الاساس لانه صحيح. الاساس متين من هيك اهم شيء نمتن علاقتنا باولادنا نمتن هالعلاقه الثقه انه ضل هالمراهق حتى لو بيو او امه قالوا له شيء هو رافضه يفكر فيه يعني يكون عنده هالمجال انه يفكر. بس دكتور ازي اوقات يعني الاهل بيكونوا معتبرين انه هن فعلا عم يحافظوا على هالتوازن بين الاولاد ولكن بيقولك بس هن او بس هالولد ايه او هالولد حاسس انه بلكي خيو ما بعرف اخذ ضوء اكثر منه او حاسس يعني عنده هل وهون بنتهم على طول الولد النصاني انه منه كبير ضايع لانه هون بعدنا بالوضع الصحي. الولد النصاني مثل ما قلت بيكون ضايع لا هو الصغير المغنج ولا هو الكبير اللي عليه المسؤوليه ضايع بين اثنين بس بيطلع اكثر شيء شخصيته قويه لانه مضطر يتكل على حاله. بس هون الاهل اوكي بيقولوا لك انه هن الولد حق عليه وولد عدائي وماني عارف شو بدي اعمل معه بس بدي اسال حالي ليش صار عدائي هالولد؟ انا شو سحبت منه؟ قد ايه حبيته قد غيره؟ قد ايه هو حس انه ناقص بالمحبه تجاه غيره وعم بيطلب هالمحبه حتى عم بيسلك الطريق العدائيه؟ كل ما كان الولد عدائي كل ما مطلوب انه نخفف الوتيره معه نخفف العدائيه تجاهه نجرب نحكي بطريقه قد ما فينا طبعا بدها كنترول ومحبه كثير كبيره بس بطريقه كثير رايقه تياخذ هو منا ويتمثل فينا ونجرب كمان اللي له محل بين اخوته يعني ما نضل نحط الحق عليه لانه دائما بالمشاكل في نص الحق علي ونص الحق على الولد وبالاخص بالاهل 80% الحق علي كاهل و20% انجع على الولد من هيك جرب اني لاقي له محله بالبيت وساعتها العدائيه بتنخفض. دكتور ديزيري قصدي دكتور بعلم النفس استاذه جامعيه شكرا لوجودك معنا اكيد بحلقات ثانيه بنرجع بنطور اكثر هالموضوع والمواضيع اللي حوله وفي هلا وبنرجع نتابع لايف.